والله نقل ملكية عندي. نقل ملكية. نعم. السيارة. نعم السيارة. زين. شن إجراءات المعاملة مالك؟ والله الإجراءات جدا روتينية ومملة، يعني مطولة أكثر من اللازم. أنا هنا صار لي 3 أيام على المعاملة. تحول ازدحامات أكو. ويعني هم يشتغلون الموظفين، احنا ما علينا قصر عليهم الموظفين، لكن الاجراءات روتينيه، مثلا الحاسبه 2-3، الصادر والوارده 2، التدقيق، يعني كثير اختام، يعني ملينا. هاي 3 أيام انا اروح على شباك على شباك على شباك على شباك ونركض بس. ازدحام يعني ازدحام لا باس بالازدحام، مو هذاك الازدحام، لكن الاجراءات مطوله. الاجراءات طويله. اي نعم الاجراءات طويله. قد الرسوم ماله؟ الرسوم 50,000 عقد مروري، وبعدين ندفع جوا 126,000، تصير 176,000. هاي عدا الاستنساخات وعدا الساحة وعدا تأمين الموبايل، الموبايل ما يفوت جوا طبعا، تأمنه برا لازم ترجع تفوت جوا. هذا يعني تقتله بالـ200 فوق الـ200,000 المعاملة. كم يوم تطول فيها؟ 3 أيام، أنا هذا اليوم الثالث. كملت لو بعد؟ لا بعد لحد لا ما كملت، بس ما ضل شيء، ان شاء الله نكمل. انا جاي من عمان افرغ سيارتي، هذا البلد حضارته 6800 سنه، مع الاسف انه عايشين بالكرفات الموظفين، بالكرفانات، هذه حياه. وين مهدكم؟ وين حضاراتكم؟ وين تاريخكم؟ 6800 سنه قاعدين بالكرفانات، هذه عيشه، هذه حياه. مع كل اسف انا صار 20 سنه بعمان، بس جيت مع الاسف لقيت حياه بائسه عندكم هنا. شكرا جزيلا. زين، شو شفت تعامل الموظفين داخل الدائره؟ تعامل تعس، اللي ما عنده واسطه ما شغله ما يمشي باي مكان. اللي ما عنده واسطه يجيب واسطه معاه ما يقدر اصلا يسوي كل شيء. اذا ما عندك واسطه عقيد فلان وعميد فلان ومقدم فلان، وروح على عمك وروح على ابن عمك، ما تمشي شغلتك، شغله ميته وبائسه. زين، ايش قالوا لك بالداخل الدائره؟ ما قالوا، انا مشيت امري، نخيت الناس الطيبين ونشيت امري، لكن الحياه بائسه. الظروف صعبه وعيشه بكرفانات، وين الحكومه؟ وين المليارات؟ كل سنة كم مليار قاعد ياخذون يوزعونه، وين راحت؟ معقولة كل دوائر الدولة بالكرفانات؟ عايشين بالكرفانات، هذه حياة؟ مع الأسف بلد حضارته 6800 سنة قاعدين بالكرفانات، مو عيشة هذه ولا حياة، حياة بائسة. حق العراقي من يطلع يعيش برا، حقه من يهج يعني، وحق الناس من تسافر. الناس ماتوا بلا بحر وماتوا بالطرقات، متبهدلين فارين من هالبلد هذا، مع كل الأسف. شنو الغزو علينا هذا اللي بهدلنا؟ والنوب من العراقي، العراقي نفسه قاعد يأذي أخوه، العراقي نفس العراق قاعد يأذي أخوه، ماكو تعاون، ماكو أبدا نهائيا. والله مالي جاي السوق عندي. مالي جاي السوق، ايش قد صار لك تمشي بالمعاملة؟ والله ما صار كثير، صار لي يومين هيك تقريبا. صار لك يومين؟ ايه. وشلون تعامل الموظفين شاوي؟ لا والله حيل زينة، حيل زينة. اكو ازدحام لو ما في ازدحام؟ اكو بس زين يمشي يعني سرع، ماكو. يعني اكو ازدحام بس يمشي. يمشي يمشي، لا لا زين. تمام. وش بقى لك هسه؟ ايش مشيت من المعامله؟ والله مشيت هسه، بظلت فحصتظر وهذا تقريبا كملته. والله عندي فقدان سنويه، سنويه ولوحه اماميه. تمام. عندي فكترة اوبل، يعني موديل 92. تمام. اول من الاجراءات، اول فار رحت للمحكمه، قدمت عريضه وعلى القاضي، جمعت القاضي استاذ محمد ابراهيم قاضي تحقيق الايسر، جزاه الف خير، يعني شغلتهم ما شاء الله سريعه. حولونا وين حولونا؟ حولونا على مديرية المرور. ها يريدون صح الصدور. ها من أو... صح الصدور؟ ها؟ من مديرية المرور. فمن فتنة دقينا حاسبة استخبارات، وبعدين من الاستخبارات على الأمن الوطني، والحمد لله يعني مثل ما يقول. يعني مشيت معاملتك؟ لا ماكو أي عرقلة. وبعدين حولونا يعني المديرية، حولتنا ايضا مره النوب على المحكمه، وبعد من المحكمه هم سوينا كتاب لمديريه الشرطه الثنينه. مديريه الشرطه الثنينه وحولتنا على شو اسمه؟ على المرور. واليوم عندي وهسه والله شويه، يعني انا جيت متاخر طبعا، شفت قدامي يعني اخذت على شو اسمه على العقيد. والله قبل راسا ختم جماعه الشؤون الفنيه.